السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع درس دائما التوازي والتعامد، الصفحة 15 من كتاب الجيد، المستوى السادس. إذا التمرين رقم 4، ألاحظ الشكل وأحدد طبيعة الرباعي E F G H. E F G H. إذا إذا أخذ المسطرة أو البركار سنجد أن E F متقايس مع جي اش، و جي اف متقايسة مع اش او. وبالتالي اذا كان كل ضلعان متقابلان متقايسان، كل ضلعان متقابلان متقايسان، فالرباعي او اف جي متوازي الاضلاع، لان لا توجد لدينا هنا زاوية قائمة حتى نقول مربع أو مستطيل، عفوا. ثم المثلث جي اش كا، جي اش كا، جي اش كا. إذا هنا إذا وضعنا الكوس هنا يعني ليكير، نلقى هنا زاوية قائمة، وبالتالي فهذا المثلث قائم الزاوية. أعلل جوابي من طبيعة الحال، هو التعليل الذي سبق وقلت، هذا متوازي الأضلاع لأن كل ضلعين متقابلين متقايسين، كل ضلعين متقابلين متقايسين، وليست هناك زاوية قائمة في الرأس. بالنسبة للمثلث هناك زاوية قائمة، ولذلك فهذا المثلث قائم بزاوية. أحدد نقطة اي على الدي 3، الدي 3 هذا الأزرق، بحيث تكون مستقيمة مع او و جي. إذا او و جي، نصل او مع جي و نقطة التقاطع مع دي هي النقطة اي. ثم التمرين 5، انقل الشكل الذي صار، ثم احدد جميع المستقيمات المتعامدة. اذا جميع المستقيمات المتعامدة، مثلا اضع الكوس هنا، لاحظوا اذا هنا زاوية قائمة. إذا مثلا AB عمودي على AD، وهكذا يعني بجميع، مثلا AB عمودي على BC، AB عمودي على BC. مثلا في الشكل الآخر، إذا وضعت مثلا الكوس هنا، لاحظوا جيدا، نجد زاوية قائمة، هنا أيضا زاوية قائمة. إذا هنا زاوية قائمة، هنا زاوية قائمة، هنا زاوية قائمة. إذن يمكن أن أقول مثلا NK مع ML، وهكذا مثلا، عفوا، ML مثلا مع NK، ML عمودي، ML عمودي على N مثلا. إذا فين ما وضعت الكوس ولقيت زاوية قائمة، نسمي المستقيمة راه مستقيمان متعامدان. الآن جميع المستقيمات المتوازية، لاحظوا AD و BC بما أنه عموديان على نفس المستقيم اللي هو AB، يعني هذا زاوية قائمة وزاوية قائمة. إذا هذا BC عمودي على AB و AD عمودي على AB، إذا راه متوازيان. إذا AD يوازي BC، AD يوازي BC. و مثلا ام كيلو يوازي ان بي، ام كيلو يوازي ان بي. مثلا ام ان يوازي كيلو بي، ا بي يوازي دي سي، وهكذا. مثلا هذا المستقيم يوازي هذا المستقيم، هذا المستقيم يوازي هذا المستقيم، وغير ذلك. التمرين رقم 6، انشئ المستقيم دي 1 المار من ا، يعني يمر من ا، وعمودي على دي. إذا العمودي دائما باستعمال الكوس، دائما قلنا هذا الضلع الصغير ديال الكوس هو اللي نوضعه على المستقيم هكذا، وهذا الضلع نرسم عليه، ثم نقوم بالتمديد ونضع زاوية قائمة. إذا هذا دي 1 زاوية قائمة. الآن أنشئ المستقيم دي 2 المار من سي، المرمار من سي، وعمودي على دي. نفس الطريقة، نضع الكوس دائما على المستقيم هكذا هكذا، وهذا نرسم
عليه ثم نمدد، يعني زاوية قائمة. إذن هذا نسميه دي اثنان. أستنتج أن المستقيم من دي واحد ودي اثنان، إذن دي واحد ودي اثنان هما عموديان على نفس المستقيم دي، إذن فهما متوازيان. إذن متوازيان. ثم الآن هذا التمرين ستة، نمر إلى التمرين سبعة. إذن أرسم مستقيمين يمران من النقطة أ، إذن الأول موازي للدي واحد والآخر موازي للدي اثنان. إذن باش يكون موازي للدي واحد، باش يكون موازي للدي واحد، إذن نرسم المساعد. المساعد هو في عوض من قشاد مسطرة بيدي كنرسم مستقيم مساعد. إذن هذا مثلا عمودي على الدي واحد، ثم أرسم العمودي على هذا المساعد. وأمدده. إذن هذا مستقيم موازي للدي واحد. يعني هنا راه غير مع الكاميرا كيبانو هنايا أكبر من هنايا، هما راه متوازيين. بالنسبة لي الثاني والآخر موازي للدي اثنان، غيكون موازي للدي اثنان. إذن موازي للدي اثنان ومار أيضا من أ. إذن دائما نختار هذا المساعد. إذن المستقيم الثاني نريده موازي للدي اثنان ومار من أ. إذن يمكننا رسم مساعد آخر على الدي اثنان. ثم العمودي على هذا المساعد ومار من أ. لاحظوا هنا ومار من أ. ثم نمدد. نعم، نمر إلى التمرين رقم 8. ألاحظ المستقيمات المرسومة ثم أحدد مستقيما عموديا على أم. إذن هذا هو الشكل، هذا هو الشكل. إذن مستقيما عموديا على أم، هذا أم. إذن إذا وضعنا مثلا الكوس هنا نجد زاوية قائمة. إذن سي عمودي على أم، إذن سي عمودي على أم، ونكتب هكذا سي عمودي على المستقيم أم، مستقيما عموديا على أن. إذن هذا هو أن. إذن نختار مثلا دي، نجرب دي، هل هو عمودي على أن؟ إذن فعلا كاينة زاوية قائمة. إذن دي عمودي على أن، إذن دي عمودي على أن. دابا جميع المستقيمات العمودية على الدي. إذن أين هو الدي؟ الدي هو هذا المستقيم. إذن نبحث عن المستقيمات العمودية. إذن كاين أن، كاين أن، نشوفو أو مش عمودي فعلا. لا أو لا. إذن أو كاين هنايا، واش لاحظتم؟ مبقاش غادي مع الكوس. إذن لي أو لا، أ غير عمودي. بالنسبة لي أ أيضا لا توجد زاوية قائمة. بالنسبة لي بي توجد زاوية قائمة. إذن كان بي فقط. إذن بي و أن. أستنتج إذن لاحظوا بي و أن عموديان على نفس المستقيم دي، عموديان على نفس المستقيم دي، إذن فهما متوازيان. إذن أستنتج أن أن يوازي بي. إذا كان مستقيمان عموديا على نفس المستقيم فهما متوازيان. ثم الآن تمرين رقم 9. أنشئ باستخدام المسطرة والكوس المستقيم دي اثنان العمودي على المستقيم دي واحد والمار من أ. إذا المستقيم دي اثنان العمودي على دي واحد والمار من أ. إذا عمودي يعني نضع الكوس على دي واحد ومار مار من أ، ثم نرسم ونمدد. إذن هذا هو دي اثنان. عشرة،
والتمرين رقم 10، انشئ باستخدام المسطره والقوس المستقيم دي 2 الموازي للمستقيم دي 1 والمار من ام. اذا باش نرسموه، اذا فقط نرسم المساعد، هذا هو اللي كنت كنقول انا عليه المساعد، يعني المسطره فقط. اذا هذه المسطره في العوض ما نحط نشد مسطره نبقى شاده بيد والقوس بيد، تكون غير رسم باليد الثالثه. دونك في بلاصه المسطره كنديروا مستقيم، يعني نرسموا واحد المستقيم المساعد هو هذه المسطره مثلا ها هو رسمته، ثم العمود عليه مثلا هكذا ومن الاسفل هكذا. وامدده فاحصل على المستقيم دي 2 موازي للدي 1. اذا الى هنا انتهت تمارين صفحه 15. شكرا على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.